المهدي عدالة، المهدي وضد الظلم. ترقب في الساعة 3 عصرا بث مباشر المهرجان 23، المهدي المخلص، تقوى وصدية أخلاق، راب مهدوي، حسيني إسلامي، والذي تقيمه هيئات الشور المهدوي ومشروع الشباب المسلم الوعد، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب. الديوانية، السبت 21 من شعبان المكرم لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر للمهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية.